أسعد الله أوقاتكم مشاهدين نشرتنا ليوم الجمعة 13/5/2016، وإليكم الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد مخفض جوي على الخليج العربي، مع وجود امتداد لمرتفع جوي شرق المملكة العربية السعودية وغرب الدولة. تصاحبه رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا ومساء، وتكون جنوبية شرقية خلال الليل والصباح الباكر. والطقس صحو بوجه عام وغائم جزئي على بعض المناطق أحيانا، وتظهر بعض السحب بعد الظهر على الجبال شرقا، وتزداد رطوبة نسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية أوائل الأربعينات، الداخلية أواسط الأربعينات، الجبلية أوائل الثلاثين درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج يضطرب صباح السبت ومناسب لجميع الأنشطة البحرية خلال النهار. أما بحر عمان متوسط الموج ومناسب لجميع الأنشطة البحرية. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان، وتزداد رطوبة نسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرتنا، أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.